أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات، يسرني أزف لكم خبر لطالما انتظرتوه، خبر راح يغير حياتكم للأبد. أنت وأنتي وهاي وهي هاها أخيرا على الشاشة الكبيرة فيلم مسامير. بثينة، شمين اللي يشمه؟ هشم ريحة الأوسكار، ريحة منظفات طال عمرك. ها؟ هذا كيفن سبيسي قاعد يلمع الأرضية طال عمرك. كيف؟ من يوم ما أعلننا عن الفيلم وهو ما غير يتلحوس بيشتغل معنا. ما نبيه، الله لا يبيه. بس ترى راتبه شوي. حتى لو شوي هذا ملغم. وترى هارفي واينستين في غرفة الاجتماعات وده يقابلك. قفلي عليه الباب وبلغي كلنا أمن. اشرب يمناك. اخذت كتاب ولا رجعته. كتاب عام 1412، استعرت الاعمال الكامله المغوط، طبع اولى، دمشق، ولا رجعته. يا الله الخيرة، خدتها حق الحين من المكتبة اللي على شارع الفرزدق، كنت استعير منها كتب. أنت شغال فيها؟ المعذرة، لكن ليش ما رجعت الكتاب؟ والله أنا أخوك مدري، مر الكتب اللي كانت عندي كلها أعطيتها ولدي هذال، والظاهر إن كتابك معه. اسمه الكامل هذال بن مقرن بن سعيد. تستهين بقدسية الكتب المستعارة وتعطيها لعيالك بدون إذن. وابك يا مسلم، هاك الحين حرب، صدام امتلح وضنا، وين اللي فاضي يرجع لك كتاب؟ لو سمحت لف الحبل على رقبتك. وإيش؟ الحبل، لفه على رقبتك. حين خير يا ابن الحلال. حطه. شد الحبل إذا تفضلت. بس خلاص لا توجع رقبتك. أحب أن أرثي ذلك الرجل
وأنا مشوه وطريد في تلك الأقاليم الغائمة. شلتوحة أبي سلفة 2000 ريال الحين بسرعة. تكفى دنياي كلها لك حبيبي ويغلاها ما تقصر. طيب الله وش لبسك الحين؟ بوكشر كيفن كلاين. يا لبا. طيب أمانة أبي أسمع أغنية بصوتك الحلو. قرحتيني أزعجتنا. لا حبيبتي ما قصدك، أكلم عاها عندي هنا. ها؟ طيب 2000 ريال؟ بدري على شنبك، ما عندي فلوس. عجل تقولي لي جيرل جيمر أنتي؟ طيب عبد الجليل حرك بقوة. اوكي يا شيخ، هذا مشكل دينمو خربان. لازم فكلك ما يصلح تقرا اصلا نوعي تشارلز داروين. يجيب الشكة يا ولد. الاسبوع الماضي رحت لحديقة الحيوان وشفت القرد يا ولد، وسوست. القرد شكله يذكرني فيك، حسيتكم قرايب. كلوبي أبي شرف 2000 ريال بالله الشريع. على طاري القرد، رجال ينتظروني برا. 2000 ريال، رجع 50 اللي يطلب كول. أي 50؟ بعين أنت ما تنسى. لا ما انسى، كل شيء مسجل ومحفوظ. أحبابي وجمهوري، مرة بريفليج إني أدعوكم لحفل إطلاق أعظم أعمالي الفنية. بيكون شيء خاقق لدرجة أن السفير النرويجي لزم أن الحفل يكون عندهم بالسفارة. فخلونا نشوفكم الليلة. Don't miss that. الكراسي محدودة بس متأكدين كلكم بتجون. حرك بسرعة وراي حافل. مين انت؟ Where's my driver؟ تكلم عربي. ايش؟ سواقك محشور في مكان ما وانا جاي تغطي عنه. Fine, take me home. ببدل. متى اخر مرة قريت المغوط؟ ها؟ الاعمال الكاملة للمغوط، طبعة اولى، دمشق. ماني براعي كتب، بس ذكرتني بالوالد يموت بالشغلات هذه. عطاني كم كتاب قبل سنين وزعل علي عشانهم ضاعوا. ضاعوا؟ يا حبيبي ركز على الطريق، مخي مصدع مرة. أوكي؟ خلاص أبشرك صلحنا الدينمو. اسمع، سعد جاك بيسلف كرشته. شوف هو وصخ ما فيها كلام، بس يا أخي وضع الزفت هاليومين، ما عنده وظيفة وامه ضاغطة عليه. بالله عندهم. وش رايك قطع أنا وانت ونسلفه؟
غريبة. وش فيه؟ جواله مقفل. يمكن مخلص شحنه. مو بعادته. يوم جاني قال إن في ناس ينتظرونه برا. من الروعة بمكان أن الشخص يشوف إبداعه يتحقق. Please man, I'll do anything. أعطيك فلوس. تبي فلوس؟ قبل عدة سنوات أعطاك أبوك مجموعة كتب من ضمنها الأعمال الكاملة للمغوط، طبعة أولى دمشق. وين الكتاب؟ كتاب؟ يا أخي قلت لك ما عاد هي عندي. بس أبشر أجيب لك نفس الكتاب، أنا عندي علاقات مع ركز، وين راح الكتاب؟ ما ضاعت. ضاعت يوم نقلنا من الشقة للبيت. ضاعت مع أغراض ثانية ضيعتها شركة نقل. إيوة تذكرت، ضيعوا أغراض كثيرة يوم نقلوها. أذكر حتى تناشبنا معهم وطلبنا منهم تعويض. شو اسم شركة النقل؟ اسمها كان يا أخي لون شعارها أصفر عليه حمار شايل عفش فوق ظهره. I swear هذا اللي أذكره. معك ولاعة؟ ترى مو بزينة صحتك. انظر، عقرب ساعتك يتثاءب. عقرب؟ وعقرب ساعتي يمد رأسه خارج الإطار. يا ولد دم من؟ سعد. الله يرحمك أبو غنام.
معليش شباب، جوكم مرة بيض. العزا المفروض يكون حفل. استغفر الله. حفل نفرح فيه بسيرة الميت. يلا شباب، كل واحد منكم يذكر الموقف إيجابي صار له مع سعد الله يرحمه. هيه والله يا أخي، قسم بالله موت خسائر. الفقد شعور ترى مرة مر، خلجات النفس كذا، وشعور معفن، ريحة تدري سجوح، تدري مرة كان عندي لنقربيني أفنتجار طلبية ومقصات وسلاكس الكوب كلها جابه، ما في شيء من هنا. وديتها صيانة الدورية المستشفى حق السيارات، قالوا لي معليش بتطول عندنا، خذ ذا الليكسز مش حالك فيها. تيش توجهك ذا شبي في الليكسز عاد كذا كفرت. جيت عند ماهر قلت يا اخي احس اني كذا تعبان، قال خلاص هذا الشعور الفقد. تخيل والله العظيم يا قعدت اصيح صياح، عرفت اللي صياح كذا خيست وانصيح. الفقد وش تعرف انت عن الفقد يا رجل؟ شاركتونا في العصامية وخاشرتونا في الكفاح، والحين حتى في الموت والحزن ناشبين بحلوقنا يا شيخ. على انت واللمبرجيني حقتك. لا اله الا الله، استغفر ربك يا منير، وش هالالفاظ اللي ما تليق بمثقف منك. اقول كل انت الثاني عليك عليه على عزاكم على ميتكم، ابوكم على ابو اللي جمعكم. شفته مره يتروش الله يرحمه. يوم تقولون نذكر شيء إيجابي عن الميت، يعني النظافة من الإيمان. شفته يتروش في وادي حنيفة بجسده العاري يستحم في الوادي، والله كان منظر مهيب. أذكر يدعموه الشرطة ذيك اليوم وصكب مخالفة تلويث بيئة. إيه الحمد لله على كل حال، نهاية حقبة. لا والله ما هي النهاية إلا هذه البداية. حنا وين رايحين؟ أنت تفتقد للصبر يا سلتوح، الانتقام طبق يفضل أن يقدم باردا. ألو؟ أرحبوا يلا حية ألبقى مانع، حنا جايينك الحين ونبيك تضبطنا. هبشر بس عدنا في دارك يا كلاب، لكن أنا أضبطك إيش. ركز معي زين، الرياض كلهم وقفوا على طرف أصابعها والخط مراقب، بس خلني أعطيك الشفرة وأنت تفهمها، نبيها ليلة حمراء، أنت فاهمني يا مانع؟ الليلة نبيها حمراء. هيه قومك الليلة الحمراء، هابشري ما طلبت شيء. صلوا على النبي يا رجال. هم أنت والله ياقعكم يا ربع، تعشيتوا والله يسر عليكم، روحوا لهالكم. أخو نورة وابك فنجالي ما برد. حاد فنجالك ما برد ولا؟ افتحوا لهم البابين يا الربع. مسي على خير يا ابو ساميه. تلقى الخير يا ابعدي. يا الحبيب لو سمحت وين رايح؟ سامي الغالي بغيت شيء؟ الأرشيف. طيب أرشيف، بس ترى ما في أحد الحين. أنا ماني موجود. إيش؟ أنت ما تشوفني الحين. شلون؟ هلا بابا حبيبي. بابا متى جاي البيت؟ يلا الحين جاي. يلا بابا ترى بتوديني البقالة. خلاص حبيبتي خلاص، أبشر من عيوني تبشرين. ماني نايمة، لا تنسى أنت قلت اليوم.
بالله عجلوا تكفون، بيطلع بأي لحظة. حنا في السلي، اسم الشارع أنا ما أدري، توني جديد. أي جنبنا مخزن اسمنت بلاستيك. ها؟ مخزن بلاستيك. على ظهري شجرة من الأصابع، شجرة من نار. حيهم يا مرحبا. خليك من الطيب، الطيب للطيب، نافدا وجهك. وش تصب انت؟ ابد ما فيه شيء ممنوع، صحي في الكالسيوم وفي الماء. مانع وش ذا؟ هل تشوف يا رجال، انت قلت لي تبي حليله حمراء فيها احمر من ذا الليله، تبي نحمرها زود؟ ابشر بالسعد. حمراء يعني دم، نبي اسلحه. ها قوم كل اسلحات، ابشر بالسعد، نافدا وجهك. قام حظكم، اطلبوا اللي ودكم. وقف. مساك الله بالخير يا طرقي. سيارتي تعطلت وأنا في طريقي لزيارة صديق، فللأسف ما أقدر أنتظر إصلاحها. إذا تسمحون توصلوني تفضلا. طيب عنيدك دقيقة بس، خلنا نوصله. يا أخي ماني مرتاح، أوقف الأغراب وأشيلهم معي. سلتوح، حنا رايحين نرتكب مجزرة بشعة، لازم نطبق مفهوم الكارما. كارما؟ يعني نسوي خير عشان يتوازن مع الشر، فهمت كيف؟ يا كلب، بنذبح أوادم حنا وتبي تكفر عنها بمشوار؟ ولو في غدية دخلت الجنة عشان سقت كلب. يا أخي حدد، أنت بوذي ولا مسلم؟ خلايطي. ولو خلاص، لا شفت، ما حقلت لك، ما أحب أركب أغراب معي، ما تدري وش عنده. يا أخي طالع فيه، يعني معقولة هالوجه اللطيف وجه واحد سايكوباث يمشي ويذبح العالم؟ يا ولي خلاص خليه يركب. حياك الله، اركب معنا يا صديقي. عماد، اليوم خبر غريب جدا، وهو انتحار الفنان هذال بن مقرن بطريقة فنية غريبة. والله يا شعلان، بعتقد أن النقاد ممكن يشوفوه أعظم تركيبة فنية بالتاريخ، أنه الفنان هذال قتل نفسه كجزء من عمله الفني الأخير. كانت عظيمة يا زلمة. يلا حيا، أنا طرادة ريتشارد كلب الأسد، وهذا صديقي سلتوح بنت خيل الله. عرفنا عليك اللي حيغان. ما ضروري. والنعم مقدما. أنا مازن، أمين مكتبة قدسية الكتب في شارع لا تلمسني رجاء. لا تفهم غلط، أنا بس أبي أطرح الميانة. أنا وسلتوح نبحث عن صديق يملا المساحة الفارغة اللي تركها صديقنا أبو غنام الله يرحمه. كنسنشول يا مازن، أجت أوكي؟ تكلم عربي. أقعد يا القهوة الساخنة. هم داك تنسى أبو غنام. شوف سلتوح، أعذرك بس يا أخي الحياة تستمر. تعرف أخوي مازن، الناس يختلفون في إظهار مشاعر الحزن، بعضهم يقص شعره وناس تطيح بالأكل، وحنا نحتاج لدفء صديق جديد يعوضنا.
أنتم مو نوعية الأصدقاء اللي أحب أقضي وقتي معهم. يا شيخ، وش نوعية الأصدقاء اللي تحبهم؟ الكتب. عجيب، سعد الله يرحمه كان يحب الكتب. ممحون كتب. مغر يمشي بالكتب وحذفها عنه في الاستراحة. يحذفها؟ أي نعم، سيكولوجية الجماهير لجوستاف لبون، أصل أنواع لتشارلز داروين، وش بعد؟ وكفاحي حق هتلر، هيل هتلر. أي كان عاشق للمعرفة. لا أعتقد اللي يحذف الكتب إنسان غير عارف. آه عموما مات الله يرحمه. كيف مات؟ جوح ونشيه وقطعوه ثلاجه. يستحق. خلاص حسبك، هنا أقف. يا الله يا ربي. اشرب شاهيك. عام 1412 كنت تعمل في شركة حمار المكدة للنقل. أشرفت على شحن مقتنيات لرجل اسمه مقرن بن سعيد، منها صندوق كتب. يمكن تكون ناسي. شلون بنساها هذه؟ هذه اللي طردتها من وظيفتي، الله لا يعيدها من مشكلة. أنت من وزارة العمل؟ إذا ودك. والله أنهم ما عوضونا وطردوني طرد تلسلب، ولا حتى إنذار يا رجل، مع أنه ما كانت غلطتي قسم. أنا كنت مشرف على هاك العامل اللي ضيعه، الله لا يربعه هاك الباكستاني. وش اسمه؟ اسمه لا والله اني ناسي يا وليدي. قبورنا معتمة على الرابية، والليل يتساقط في الوادي. يسير بين الثلوج والخنادق، وأبي يعود قتيلا على جواده الذهبي. ومن صدره الهزيل ينتفض سعال الغابات، وحفيف العجلات المحطمة، والأنين التائه بين الصخور ينشد أغنية جديدة للرجل الضائع، للأطفال الشقر، والقطيع الميت على الضفة الحجرية. الله، الأعمال الكاملة للمغوط، ألطف كتاب قريته بحياتي. الماغوط جعلك تعيش؟ لا والله، اللي جعلني أحيا. عمت مساء سيدي. أشرف نظير، اسم العامل اللي ضيع الكتاب الله لا يربحه، وتراه سروقنا معط ولها الحين موجود، عزبتها مقريبة راعه، شايفه قبل فترة. ممكن توصلني للمحطة؟
Say hello to my little friend. دقيقة، هو في قفل هو ولا؟ فتوح، خربت المشهد. كلام سلام حقنا صديق كبير. مش عارف مكانك بالضبط. خلاص خلاص، انا قريب منكم عند المحطة. وصلنا بيست بيبي. بصراحة مشغل الكهرباء ما عليك كلام. هذا جدار ميليتري جريد، نفر ما في روح برا، نفر ما في يجي جوا. فكر أنا خوف؟ ما في خوف أنا. قررنا التوصية بحبسك لمدة يومين. بس يومين؟ أنا على بالي بتطيرون روسنا. نظرا لما استعرضه المواطن سلتوح بن دخيل الله مع كلبه الوفي من إقدام وشجاعة في اكتشاف خلية إرهابية ثبت تنكرها كجالية عمالية،
وتخطيطها على اقتراف أعمال إرهابية كان من شأنها زعزعة الأمن ونشر الفساد والتسبب بالفوضى. ونظرا لتمكن المواطن سلتوح من القضاء على هذه الخلية تماما دون تعرضه لأرواح الأبرياء أو أي من الممتلكات العامة، قررنا منحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى. هذا والله ولي التوفيق، مع معاقبته عقوبة مخففة بالحبس 2 فقط نتيجة تهوره وعدم إبلاغه للسلطات عن نيته خوض هذا العمل البطولي الوطني المبارك. بارك الله فيك. وأنا طيب مالي شيء. Good boy. انتقمنا لك يا أبو غنام. ارقد بسلام يا سعد. يا أخي ما يجوز، ما يجوز اللي تسوونه غلط. وشلون تحطون الأشياء ذي على القبور؟ مو بشغلك، مو بشغلك، توكل على الله. لا ترفع صوتك يا علي، قل جزاك الله خير وخليه يمشي. الله يرحمك. كنت ملعون جدف وانت حي، لكن سبحان الله اللي جعل نهايتك فاتحة خير على البلد. الو، ايش عندكم داكين علي مليون مرة؟ سعد يا اخي صدر راسي، وش تبي انت؟ انت وين؟ بالبحرين. مو بجيتك تسلف في ريال قطة الرحلة وعيال كانوا عند الباب ينتظرون؟ خلاص دبرت نفسي بلا منتكم. حنا نحسبك ميت. ايه انا مت من الوناشة، من ناس تقدرني وتحترمني. يا تشاو. ايه بارك الله فيكم يا اخوي. انقلع. Thank you.